مساء الخير. أهلا وسهلا. كيفك يا صهري؟ زفت مثلك. أهلا وسهلا. قلي جوعان؟ لا ماني جوعان، بعدين ماني مطول، جيت لتوقع لي بيسان. رح ساوي شاي وبجي بدب الصفرة. قلي شو سويت؟ عم اشتغل صهري، ماني قاعد طول الوقت، عم اشتغل وعم اكتب مذكرة الدفاع كمان، يعني ماشي الحال. اختي بدي توقعي لي هون. شو هدول؟ هذا عقد البيت يلي بكان، اذا قدرنا نبيع الاملاك اللي برا واجا منه المصاري مناح رح نغطي جزء من الديون. مثل ما انك شايف عم اشتغل ماني قاعد، وما حدا من رجال الاعمال حب يساعدنا ابدا، ما حدا دفع ولا ليرة، فما احسن تدبر شي منهم. شو مشان المحكمة؟ اللي في احتمال ننسجن يعني؟ انا ما عم شوف منيح، اللي وين لازم اقع؟ بجوز انت ما تنسجن بسبب وضعك الصحي. شو قصدك بجوز؟ قصدي انه مو معقول يسجنوك وانت بهالوضع. على اساس انك محامي يعني رجل قانون وبتفهم بهالشغلات؟ مو حي الله، حكينا بوضوح شو عم يصير وانت شو عم تساوي. صهري انا والله ماني قاعد، عم اشتغل مشانك كل الوقت وما عم قصر، وليكني عم برقد من هون لهون مشان القصة. سمعت انك رحتي لعند عثمان؟ ايه. في شي مو منيح؟ لا. وصحته منيحة ان شاء الله؟ نحفان كتير ومبين عليه التعب، وقال لي انك ما عم تهتم بموضوعه. ليش انا لمين عم اشتغل هلأ ليل نهار؟ ما عم لحق على كل شي لحالي، كل شي صار على راسي انا، وعم جهز مذكرة الدفاع كمان. خاطركن انا بدي امشي هلأ. عود شوي واحكي مع صهرك وعقله. اختي بيجي مرة تانية، اصلا الكل عم يستناني بالمكتب، جمعت كل المساعدين وعم يشتغلوا هلأ طول الوقت، وزعت عليهم المهام وما عم يقصروا أبدا. صهري دير بالك على حالك. إيه ماشي، روح واحد غبي. صهري مانو منيح، أنا عم خبرك. قرب موعد للمحكمة لهيك هو متوتر شوي. والله عم ساوي كل شي بيطلع بإيدي. يلا بشوفك. الله معك. عرف انه راح لعند فاطمة؟ واضح انه ما بيعرف، معناتها رشاد راح من حاله لهنيك ما حدا قال له. ليش ليساوي هيك شي رمزية؟ انت بتصدقي انه فاطمة ممكن تخدمه وتتنازل عن حقها بعد كل اللي ساوى فيها؟ برأيك انه هالشي ممكن؟ والله ما عاد عارف شو لازم صدق. الزلمة عم يحاول، ما ضل عنا باب تاني. اذا فيه هيك امل ولو حتى صغير ان شاء الله فلازم نتعلق كتير فيه. لا توهموا حالكم، فاطمة مستحيل ترجع خطوة لورا أبداً. بجوز هالشي قالت له إياه هديك المرأة، قصدي مرت أخوها. خير إن شاء الله. لمعي لوين؟ رايحين لعند الست مريم وراجعين، ما رح نتأخر. وليش لتروحوا بهالوقت؟ مشان نشوف عمتي عندهم. بالله جد؟ ايه، من زمان ما شافته لمراد، اخده معي لحتى يشوفوا بعض، اصلا ما رح نطول. لا ما في روحة لمعي، اذا حابة تشوفه بتجي لهون، عم تسمع؟ ما بسمح لابني يروح لعنده ابدا. لا تسوي هيك ميسر. قلت لك لا يعني لا لمعي. بس انا بدي اشوفه لعمتي. اسكت انت. الاولاد ما دخلهم بهالقصة، اذا ما بدك تحاكيها تصطفلي. بس ما فينك تمنعي الأولاد من عمتهم. أنا اللي فيني امنعهم. إذا حابب أنت روح لعند أختك، وإذا بدك خليك عندها كمان. بس أنا بدي روح. دربي صد ما يرد، أصلاً ما حدا عم بيحاكيني بالبناية من تحت رأس أختك، وعم يحكوا علي من وراي شروي غروي. مين اللي عم يحكي؟ مين يعني هديك الست اللي شايلها فوق راسك؟ نادية خانم وغيرها وغيراتها عم يقروا وراي كلياتهم. أنا بدي شوفها لعمتي. لا تخليني فش خلقي فيك هلا. بيتنا هنيك كان كتير حلو، وجنينته كبيرة كنت ألعب فيها. ايه مزبوط، كان كتير حلو قبل ما عمتك تقلعنا منه. لسه عم تقول عمتي من دون ما تستحي؟ لا تحكي هيك ميسر، لا تحكي هيك. لا تحكي هيك ميسر، لا تحكي هيك ميسر. عم اكذب شي؟ عم تكذبي، عم نعيش هون بسبب عمايلك انتي. اجينا لهون من تحت راسك انتي، وبسبب مشاكلك اللي ما بتخلص. لا تحطي الحق على غيرك.
امشي ابني. رح نروح لعند عمتي؟ رايحين. لمعي لمعي والله ما رح يحصل طيب، والله لفرجيك. أنا رح دفعك حق عملتك هي. والله القلب على القلب. نعم بيسان خانو. احكي الصدق، فيكي تساعدينا ست ميسر؟ لك انت اللي لازم تقرري، بدك مساعدتي؟ ايه يلي حكاه رشاد كله مزبوط، وإذا بدك تعي لهون وشوفي بعينك. والله يا بيسان خانم بعد هلأ ما عدت أعرف مين الصادق من الكذاب، بس اللي بعرفه أني ما رح وقف مع اللي بيأذوني. ليش أنت شو فيكي تساوي؟ أنت فيكي تقنعيها لفاطمة يعني؟ ما بتقدري. أنا ورشاد رشدان بنفس الموقف، نحن الوحيدين اللي فينا نوقف مع بعضنا البعض بالمحكمة، بس المهم اسمي ما ينذكر منه، وأنا رح قلن وقتها إنه رشاد رشدان بريء. ليكي هيك أمور ما بتنحكى على التليفون، لازم شوفك وش لوش. طيب ماشي، بس أفضى بحاكيكي وبيجي على وين ما بدك. استعجلي شوي، ما ضل كتير للمحكمة. ماشي، معناها انتظري اتصالي. إيه يا فاطمة خانو، مشان تاني مرة تحطي دابك بدابي يا حقيرة.